مشاريع زراعية توقفت منذ أكثر من 12 سنة بسبب الغلاء المازوت وعدم نجاح المشاريع. حنطه كنا نخسر فيه حنطه نخسر فيها. فهلا اجوا الشباب بتجربه جديده على المنطقه، زراعه البطاطا. فنحن نتامل انه تكون هاي الزراعه ناجحه، كونها جديده على المنطقه وتوفر ايدي عامله واكتفاء ذاتي للمنطقه. تشكينه دس بيكريه چاندنا بطاطا ده هرما جزيره تشكينه في گوندي مدس بيكريه اف تجربه عفريني يعني خورت نهواله من دونه جهرما عفريني جغيري بطاطا جهي بيفازي فرنسي يعني بيفازي فرنسي الهرما جزيره جيشي تنيه اف جهيله بابي وعزازتي ام تجربه كنه الفيك تشيكن بيفازي فرنسي مي بچنن اف بيفازي فرنسي جديد لاج عزاز بابي وري وجبك دم دستي ما بالفيدك زحمت يامك شان دي بر ام في بداري هاني دكرن بالدولار اف بداري هاني هولندي ج باشوري كردستاني تي بر بهاي يعني 1500 دولار حتى 1000 دولار حقي طونكي يعني بر زحمت يدك شينن. طبعا بتشكي دجي هي الفيدك زراعه ربريات زراعه تشلاغا پر دام دامه ما خوشبر من دانالی یعنی کاربیج مورال دانمه گوموی کاری بکن واجب شتامه گرت